ليش بقى حبيبي مو لابق له يعني؟ اليوم لؤي رح يقرا مسجات يلي تجيني على الانستغرام. حبينا هيك شوف شو اللي عم يجي وشو اللي عم بيروح مع تعليم وانستغرام. والشي الحلو بالموضوع انه هلا لؤي عن جديد صار عنده انستغرام. باركو له. قد ايه هالانستا؟ نسيتوا انه ما بعرف؟ ما بكفش. انا عندي على الانستا 29,000. ايه وانا عندي 1000. لو اي عمل حساب جديد على الانستا فرح احطه هون حسابي وحسابه وحساب جورجيا ما تنسوا اني بيعملنا اذا شاف الفيديو. هلا رح نبلش طبعا رواء. اوكي كله تمام يلا. او ماي جاد تخيل. طبعا كميه المسجات كثير كبيره كثير كبيره كميه المسجات بس نقينا كم مسج او نقيت له كم مسج يقراهم. طبعا لنشوف يعني لانه شكلها بنقت لي المسجات اللي هيك عملت له سكرين شوت للمسجات تبع الخنق. عملت له سكرين شوت للمسجات الحلوه. ايوه الحلوه قعدت ريت. وبشكل عام انا عم طلع هدول المسجات رديت على كثير عالم بس مو هدول ابدا لما شو بدي رد على هيك عالم. تفضل حبيبي. يا الله. واحد نين تعليم ابسط بدي انصدم. قبل ما بلش الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. يلا بلش. بدي انصدم هلا يعني ليك انه مرضانة ما فيك تعمل معي شيء. اولى انا ما دخلني من اول ده. انا ما دخلني. لا ما رح تقول اسم لأن ما فينا نحكي اسم ابدا يعني رح ضل محترم معك يلي باعت هالرساله. لك المشكله انه رح ضل محترم معك. المشكله انه مبين شاب ورح تعرف انت انه انا قريت رسالتك وان شاء الله يا ربي ما بعرف شو بدي احكي. يلا بقى يا طيب شفتك بمنامي ليلة امبارح يا حبيب عادي. قلبي عادي يا حبيبي عادي. على فكرة أنا إذا عم بحضر أي حدا بكشفه بمنامي يعني عادي. وكتير كنتي طالعة حلوة. أنا كتير بحبك تالي. كنتي طالعة حبوة مو حلوة مكتوب حبوة هو قصده حلوة يعني. ايه هلا يعني عادي إنه الساكن يعني بالسليم هون أي حق أنا بشوف مين بشوف منامه؟ سين من الناس في منامي. مين السين؟ بس ما بكتبها على الانستغرام. مين السين؟ سين من الناس ايا كان سين يعني. بده ذبح. مين السين؟ على فكرة يعني كان الموضوع انه انت تغار علي ما انا غار عليك. مين السين؟ هو هون الشطارة انك تقلب المواقف يعني حياتي فكرة عادي وانا شوفي لا جد جيم. شو جيم انت؟ جربوع جيم من الناس. انا حبيبي انت لحظة بتغمضي عيونك بتسكر عقلك ما بصير. شو هي تشوف حبيبي انا قليل اصلا اشوف منامات بس اذا انت بتشوف سين انا بدي اشوف جيم. انا سين وكاف وراء وزين وعين ضاد بشوف بمنامي. انا شوف الضاد بمنامي على كل شوف الضبطة. لا ضرطك شوف ضرطك بمنامي. او ماي جاد ماشي. طيب السكرين شوت الثاني وضريب. ليش بقى حبيبي مو لابق له يعني؟ جوزك مو كتير لابق لك. انا بلبق لك اكثر منه بكتير. انت بس ردي علي. يعني انت من كل عقلك عم تحكي؟ من كل عقلك يعني انت ماشي خليك على جنب. انا عم بحكي مع واحد لا ليك انا بدي رد عليه مفكر حاله كازانوفا ولا دون مونتي كريستو. مين هدول اللي يعني بيعرف وفاهم علي شو يعني حبيبي يعني انت 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 روح بعت لي المسج روح خلص لعب دحل رد عليك اعتبر رد ليك قسما بالله. اول شيء ليك
تعملي بلوك لهال انا ما بعمل بلوك لهال ما بعرف شو اسميه ما انه ما برد ردي عليه ليك انه المسج اصلا ما لي مستقبل انا ما دخلت تخيلي تردي عليه تخيلي تردي عليه تخيلي انه مثلا جوزك تقول له ايه والله ابو لا بقلي وانا فلان حبيب يعني اوكي نحن انا عم بقرا هالمسجات لانا رد وانت بتضلي ساكتة جوزك كثير لابق لك حبيبي جد يعني علوة تعتزل تعتزل الانستغرام تعتزل لانه شكله انت انت واحد يلا هي رسائل يعني طيب شو مالك بلا اكلاء بلا ذوق يعني عن جد في واحد وجع لي قلبي لو يا عم بيرد على المسج عن جد وجعت لي قلبي عن جد هو انه ساعه اعطيني الموبايل لاقراه من قبل انه لا لهيك مصدوم بالمسج تفضل حبيبي تفضل توت من الناس توت ايه توت مو اسمه توت يعني من الناس تالين انا بحبك لدرجه مو طبيعيه لا دخيلة خد لك شي شغله شي دواء شي شربه بلكي بترجع الدرجه طبيعيه يا ريت لو اقدر اشوفك بكون تحقق احلام حياتي لا 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 حبيبي يعني عن جد تعرف شو مسكين بس اقول لك شغله مشان نحن لازم نريد الخير للعالم لحتى يصير الخير يصير الخير علينا فنحن بنتمنى شيء بالدنيا هو بيتمنى شيء هو لازم نشوفني شو الخير يعني انه يشوفه هو هيك حلو شوفه حي بسبع روس سبع روس تشوفه حي لا انت لحق هو تشوفه حي بسبع روس عادي على فكره عادي انه وتشوفك حي بسبع روس انا طبعا انا ما بعرفه رح تخيلي يعني القرناشين وانت ويشوفك شي واحد من هالافنديه هدول قالوا اه تعليل حلم حياتي تحقق بلكي بدي افصع له رقبته او ماي جاد هلا اي حدا يا جماعه بنشوف لا جد في لا في ناس محترمه وبنشوفها وبتلتقى فينا بكل احترام وبكل ذوق بس يجيني واحد برضان مثلا عرفتي عنده نقص عاطفي وشايف بهاليوتيوبر او بهالنجم او بهالشخص المشهور او ايا كان حلم حياته يجي يعطيه على نفسه الحق انه يلف ويعبط ويعمل لا انا ما بخير هون وصلت لعندي انا ما بخير حدا يلفني هي اول شغله يتخطى حدوده ستوب بس اذا بتحب احكي لهم من كم يوم او من كم اسبوع الشيء اللي صار معك انت وراجع انت وجوجي البنت اللي وقفتها وحكيت معها عادي ليش انت عادي يوقفوك والبنات ويحكوا معها يعني الانسانة وقفت وبكل ذوق وقالتي انا كتير معجبة يعني انه مو معجبة معجبة انه كتير بحب حبيبي انت اذا ما حكيت لي شو بيصير معك ابنك بيحكي لي اول مرة بشوف وحدة كل هالقد حلوة وطبيعية بس يا ريتك لو كنتي مانك متزوجة بس يعني انت شو متخيل يعني انت شو مثلا هيك وقت بتقعد هيك بتصفن هيك بينك وبين نفسك وبتجيك الابتسامة انه شو متخيل لو انا متزوجة وقرت هالرسالة بتقول لك امانك دخيلك وينك انا جاي لك حبيبي لك يا يعني صاحب المسج على فكرة بس يمكن تكون بنت كاتبة هالمسجات ها ممكن يكونوا بنات هيك هلا هي اسمها مو مبين اذا بنت او صبي ايه ما عم اقول لك يعني ممكن تكون بنت كاتبة ما كنت متزوجة ايه ما كانت هالقناة من اصلا كنت بس على قناة تعليم يوتيوب يعني قناتي والله حلوة الفكرة ايه شو يعني؟ يعني هلا لما كنت متزوجة ايه يعني كنت يعني كل الفيديوهات اللي عم بعملها على قناتي انا كنت عملت فيديوهات كتيرة حدا ماسكك من اجرك يعني؟ لا من ايدي انه ليش ما كنت متزوجة يعني انا شو زعجتك اذا ما كنت متزوجة او شو زعجتك يعني اذا انا متزوجة اصلا ما كنت متزوجة ما كان عندي جوزي شو مشان واحد اثنين ثلاثة أربعة ايدين اجرين راس حبيبي انت كل شيء بالحياة كل شيء هذا الكلام اللي عليه علامات يا جماعة انا ما فيني بلا وحياة ولا انا فيني بلا اخر رسالة معنا اليوم تانين طلب واحد ما عندي غيره بدك تطول بالك انا طالب ايدك للزواج او ماي جاد لو بتطلقي من لعبة جوزيني بعيشك احلى عيشة بجيب لك فراري وضرب ولك تضرب انت والفراري لو بطلقك من حبيبي بدي جيب لك فراري دوسك فيها فاهمة؟ انا دوسك بالفراري
اذا بتجيب لي فراري ومزرعه، مزرعه يكون فيها مسبح يعني. انت هلا عم بتردي على فراري على رساله، مزرعه فيها مسبح وقصر، يعني هيك قصر مثل قصر ديزني يعني. واذا بيجيب لي جنب الفراري لامبورغيني، وشو كمان مثلا، وهيك بس هدول. ايوه ما رح اقبل فيك. لانه كانت هدول محضرون لحتى اخنقك. انا لحتى اخر 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 شيء بالدنيا بيعني لي، اخر شيء بالدنيا بيعني لي هو ايمان، يعني المصاري. انه هي المصاري هي حاجه وما لنا شيء، يعني صراحة هي حاجة ايه، بس ما أنا شيء أساسي. هي وسيلة لحتى وسيلة. تمام. ممكن سؤال يعني إذا وحدة كتبت لك لإلك إنه أنا إذا بتزوجك بجيب لك فراري. يا جمال بتحب هذا الانستغرام تبعي من تحت، شفتوا يا جماعة الفرق بين الشاب والبنت؟ بعد أنا عندي ما عندي مشكلة بالرانج روفر، يعني كثير بحب الرانج روفر. شفتوا الفرق بين الشاب والبنت؟ المال هو الوسيلة. بس طيب بس انتم الشباب ما انكم مقتنعين بهالشيء اللي انت بتحكوا، مجرد حكي بتحكوا. مصاري هي وسيله، وسيله يعني ما لها الشيء مهم. هلا هي بس تاخذك على المالديف وبتاخذك على انستغرام. لا 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 والله الجو حلو. شو رايك نشتريت شرف؟ ها مين بده يصير اكثر على انستا؟ هلا انا عندي 29,000 يا جماعة. ولؤي عنده 1000. لا ما هذا ما له عدل. ليه؟ ما له عدل. لا 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 احكي شغله زي يعني انه والله خلال فترة بدي اقول لك لا 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 بس هدي شوي. بقول لك انه مين بزيد اكثر بعد هذا الفيديو؟ يعني انا 29,000 انت 1000 خلال اسبوع. ما لا اوكي خلال اسبوع تمام؟ مين بزيد اكثر على الانستغرام هو اللي بيكون معه حق. بتعرفوا شو؟ اي حدا بيبعث لي اي مسج بس منطقي منيح رح رد عليه، رح احكي اي حدا فيكم. انا اي حدا بيبعث لي اي مسج رح رد عليه. شو ما كانتكم يا جماعه. لا جد انا احيانا تجيني مسجات يعني، وفي هيك كثير يعني اللي هو على فكره عنده 1000 بس والله هال1000 متفاعل 1000 وشوي. انا بحاول يعني بحاول رد قدر الامكان على الاشياء اللي بيرد علي. طبعا في مره وحده بعثت له مسج ما فيني خبركم عنها. اذا حابين نعمل جزء ثاني واقرا انا مسجات لؤي، ايوه اكتبوا لنا بالكومنت تحت. وصلوا الفيديو لل ما بعرف قد لايكات، بس لايكات كثير كثير. تابعونا على انستغرام. هلا لازم ننهي الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، وقبل ما نخلص ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. باي.